دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أحبائي، إننا نعيش أياما مباركة جدا بالرغم من الأحداث السلبية التي تحدث في العالم. يجب أن نتبع إرشادات الإنجيل كي تبقى أعيننا ثابتة على شخص الرب يسوع المسيح، حيث يقول في الكلمة المقدسة: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. وهذا يعني أنه أعطانا الإيمان. سيطلب التقرير منا يوماً ما، ولن نحتاج إلى الإيمان بعد ذلك، لأن من كان صالحاً وطلب وجه الله وخدمه وقبله مخلصاً على حياته سيذهب إلى السماء ويقضي معه الأبدية. إذن اليوم علينا أن نثبت أنظارنا عليه. وما معنى ذلك؟ أن نثبت أنظارنا على الرب يسوع. لنكن واضحين، أي أن نرى ما يقوله في الكتاب المقدس، نتمسك به، وهكذا ننظر إليه، ونفعل هذا بالإيمان، وعندها نحصل على إرشاد عظيم. نتمتع برأفة الله العظيمة حتى إن هاجمنا الشرير لن يتمكن من أذيتنا، بل نتقوى ونصبح أبطالاً في الرب، وهكذا نحقق الانتصار. يتكلم الرب يسوع في إنجيل متى عن البركات التي يمنحها لنا. دعونا نقرأ إنجيل متى الإصحاح 11. سنسلط الضوء على العدد 29 في هذه الدراسة، لكننا سنبدأ من العدد 28. يقول الرب يسوع المسيح هنا، دعونا نتابع أحبائي ونقرأ بروح الصلاة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. العدد 29، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لنفهم ما يقوله هنا، إنه يعني أن تضع نفسك مكان الرب يسوع، لأنه أطاع الله الآب، لم يبتعد أبداً عن كلمته، وهكذا ستتعلم منه فقط. لن تتعلم من دكتور سواريز أو أي إنسان آخر، بل من الرب يسوع له كل المجد. ستتعلم أن تشفي المرضى وتطرد الشياطين، ولن تقع بأي من تجارب إبليس، بل ستنتصر في مشوار حياتك. هكذا يقول هنا، لنتابع القراءة أيضاً: لأني وديع ومتواضع القلب. إذا نير الرب خفيف، ليس قاسيا أو صعب، بل على العكس، النير الصعب هو النير البعيد عنه، نير آخر نير الشرير الذي هو من حديد. إن حملته سيدمر حياتك بأكملها، لكن إن حملت نير الرب يسوع ستصبح شخصا ناجحا، لأنك ستتعلم منه. فحمله خفيف. ماذا يقول أيضا في الكلمة المقدسة؟ لنتابع العدد 29، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. حتى إن كنت تمر بأسوأ المحن وأصعب الحروب، يمكنك أن تهدأ وتشعر بالطمأنينة والسلام. تيقن أنك ستنتصر. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس العدد 17، يستخدم الله بولس الرسول ليقول لنا، لنقرأ ما يلي في هذه الرسالة. نعم، العدد 17، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. هل حملت نير المسيح؟ إذن لن تنفصل عنه بعد الآن، لقد التصقت به، ستكونان روحا واحدا، وعندها سيغيرك ويجعلك ابنا للرب. وكلما التصقت به أكثر تشابه فكره وقصده، تتصرف مثله، يستخدمك الله وقدرته في حياتك كما استخدمها الرب يسوع على الأرض. وما الشر الذي قد يصيبك؟ لا شيء أبدا، لأنك الآن قد تغيرت وأصبحت إنسانا مختلفا مميزا للغاية، فأنت متحد بالرب يسوع، صاحب كل قوة، ستصنع أعماله ذاتها، فهو يعلم كم أنت ضعيف وأن قوتك صفر بالماء، لكن قوته ماء في الماء، فهو الإله القدير على كل شيء، وأنت تتعلم منه وتبدأ باستخدام قدرته، فتصبح بركة لنفسك، لعائلتك، لأصدقائك، ولكل من يلتقي بك، فالعالم بحاجة لأشخاص مثلك. دكتور سوارد، ماذا سيحدث إن انفصلت يوماً عن الرب يسوع؟
لا تفكر بهذا، إنه كلام إبليس. لنتابع رسالة روميا الإصحاح الثامن. يا صديقي، إن كنت ترافق الرب يسوع وتسير بجانبه، لن تستطيع قوة في الكون أن تزعزع حياتك. لا تفكر أبداً بأنك ستخسر محبة الله يوماً ما، انسى ذلك. لكن ماذا إن حاول إبليس أن يشككني؟ لن ينجح. أصغي لما يقوله هنا في العدد 33 من رسالة روميا الإصحاح الثاني، لنتابع معه. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرره. عندما تشعر في قلبك برغبة أن تتبع الرب يسوع وتسير معه وتحيا له، إنها دعوة الله لحياتك، إنه يختارك. فمن يجرؤ أن يشتكي عليك بعد؟ دكتور سواريز، لكن هناك أخطاء كثيرة في حياتي. لا، يمكنك أن تقول كان لدي أخطاء في الماضي. فعندما يدعوك الله وتقبل دعوته، يبررك ويطهرك ويصنعك خليقة جديدة. أخي، إنه ليس كالمحامي الذي يقف في المحكمة يدافع عنك بطريقة احترافية ويقنع القاضي ويعلن بكل ثقة براءتك فحسب، لكنه الله. فعندما يقول أنت كذلك، إنه حقيقي، عيناه كلهيب نار، وكل شيء عريان ومكشوف أمامه. وعندما تؤمن به، سيغفر خطاياك ويطهرك وتكون في أمان من كل شكوى. ومهما حاول إبليس فلن ينجح البتة. لنتابع العدد مرة أخرى. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرره. العدد 34 أيضاً. من هو الذي يدينه؟ من هو صاحب كل سلطان؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن يمين الله، الذي أيضاً يشفع فينا. إذن لسنا مبررين بالصدفة، بل بالمسيح الذي مات من أجلنا جميعاً وقام، والآن جالس عن يمين الآب يتضرع ويشفع فينا. عندما يحاول الشرير في العالم الروحي يتكلم أن يشتكي على أي من أولاد الله، يشفع يسوع فيه، والآب يعلم أن يسوع قد دفع الثمن وأنه مات على خشبة الصليب بدلاً عني. فلا داعي للمعاناة بعد، لا داعي أبداً لتقول أنا لا أستحق أو أنا بلا قيمة. لا، بل إن كان هناك أي خطأ في حياتك، اعترف به حالاً وتحرر منه. وعندها ماذا يحصل؟ تنجو من الدينونة. والآن العدد 35، إنها ترنيمة انتصار المؤمن، تسبيحة تلميذ يسوع. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ العدد 36، كما هو مكتوب، إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. إذن في كل هذه الأشياء التي قد تقوم وتشتكي علينا كي تجلب لنا الخزي والعار، نصرخ ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لا يمكن لمخلوق على هذه الأرض أن يفصلنا عن محبة المسيح العظيمة. إن نير الرب يسوع ليس نيراً في الواقع، فالنير يضغط على الإنسان ويجبره على فعل أمور سيئة. لكننا في محبة الله، إنها تحصرنا وتبعدنا عن الأشياء الغير صالحة لكي نصل إلى الكمال في الإرادة الإلهية. وليكون الغد أفضل من اليوم، واليوم أفضل من أمس، وبعد الغد أفضل من الغد، وتبقى بركات الرب في ارتفاع وتزايد دائم. لنتابع أيضا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة. انظر يا له من أمر عظيم. ماذا يأتي بعد؟ ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
لماذا تغرق أكثر في الاكتئاب؟ لأنك لا تمتلك الجرأة لتعترف بخطاياك لله وتطلب المسامحة والغفران. لماذا يؤذيك ويضطهدك إبليس بعد؟ لأنك لا تحمل نير المسيح، لأنك لم تتخذ القرار بعد. صلي وقل: يا رب، أريدك، أريد أن أطلبك، أريد أن أعرفك أكثر، سأطيع كلمتك المقدسة. عندما تخطو هذه الخطوة تبدأ قصة جديدة في حياتك، يكتبها الله، يكفي أن تثبت فيه. يا رب، سأكون شخصاً بحسب مشيئتك، سأكون بركة للكثيرين، لن يغلبني عدو الخير أبداً، على العكس سأنهض وأحارب، سأنتصر، سأقوم بواجبي على أكمل وجه. وعندها سيرافقك الرب في كل خطوة باسم الرب يسوع. لن يتمكن إبليس أبداً من أذيتك على الإطلاق. وهكذا تحقق أحلامك. لماذا؟ لأنك تتعلم من الرب يسوع. يمنحك الرب ميراثك، فإن آمنت به وعملت بحسب كلمة الإنجيل تنجح باسم الرب يسوع، وتصرخ وتقول: أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. يمكن أن تواجه أسوأ المحن في حياتك وتبدو ظاهريا أنه لا حل، وتقول: دكتور سويرز، إني فاشل تماما. ثق أن الرب سيقيمك ويشرق بنوره على حياتك، سيعطيك القوة ويقول لك: سر يا بني، امشي يا ابنتي، يقول لنا يسوع. ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. حتى إن كنت أسوأ شخص في العالم وأتيت إليه، لن يناقض كلمته ويخرجك، يبعدك بعيدا، لا، لأنه قال: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. قال أيضاً: ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أخي العزيز، إن شعرت برغبة في قلبك أن تكون ملكاً لله، فقد ربحت أعظم جائزة قد يربحها أي إنسان، أن تتمكن من السير مع يسوع، أن تحمل نيره، لأنه هين، ليس ثقيلاً البتة، وليس نير من حديد، بل هو محبة الله. وإن سلكت معه ستتعلم منه، ستكونان روحاً واحداً، ولن يكون انفصال بعد. سيكلمك عندما تصلي، ويؤمن لك التحرير والحماية وأشياء أخرى لا تخطر على البال. يملأ حياتك بالفرح لتعبد وتسبح الرب. ستختبر شهر عسل سماوي بكل يقين. يا أخي، لما تحمل حملاً ثقيلاً؟ إن كان حمل يسوع خفيف، لما ترتدي ثوب حديد؟ أتتخيل نفسك بثياب من أغلال حديدية؟ انظر، وأنا أرتدي عادة بدلة من قطعتين أو ثلاث. تخيلوا لو أني أرتدي بدلة من حديد، أليس هذا صعباً؟ كيف سأسير؟ إلهي الحبيب، إنه مستحيل، لكنه قد يحميك. لكن لا، ثوب المسيح خفيف ويحميك أكثر. قد يتمكن شيء ما من اختراق الحديد، لكن لن يتمكن شيء إطلاقاً من اختراق قوة الله. كم من المريح أن تسير مرتدياً ثياباً خفيفة. تخيل نفسك تتجول طوال النهار بثياب حديدية، لن تحتمل كثيراً. هكذا هي حياتك دون الرب يسوع. ليس هناك حل إطلاقاً. لكن إن حملت نير يسوع سيكون خفيف، ستحاط بحماية إلهية، ستتعلم منه وتنتصر، وسيفشل حتماً كل من يقوم بشكوى وكل من يجرب أن يفصلك عن الرب يسوع، لأنه لن يقدر أحد أن يخطفك من يد الآب. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل. إن قرع الرب يسوع على قلبك افتح له. لقد قال: أبي الذي أعطى إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. لن يخطفك أحد من يديه. بمعنى آخر، الله يحيط حياتك بقدرة إلهية عجيبة. لكن كيف هذا دكتور سويرز؟ من أنا؟ أنت على صورة الله وشبهه، ولا تعلم ما هي قيمتك عند الله، ولا حتى مدير أعمالك يعلم هذا. يتشاجر معك أحياناً، يسيء إليك، لكنه لا يعلم أنه يسيء إلى شخص عزيز على قلب الرب. أنت ملك له. أحياناً امرأتك أو زوجك لا يعلم الأهمية تماماً. أنت إنسان عزيز على قلب الله، وسوف تنتصر، لأنك انتقلت من الموت إلى الحياة، والمسيح حال فيك بروحه
وقد صرت خليقة جديدة، دعوني أصلي من أجلكم. أبانا، ما أعظم كلمتك لقلوبنا، أرغب بالاستمرار يا رب بالتكلم عن شخصك المجيد، وهكذا أتوسع أكثر وأكثر لكي نعرف محبتك يا رب، ونختبر مجدك وعظمة خلاصك، فنستمتع بما هيأته لنا كل أيام حياتنا. إلهنا، إن أصلي من أجل الذين لم يفهموا الكلمة، لعل بعضهم يصلي الآن ويقول: أريدك يا رب، أريد أن أحمل نيرك، أريد محبتك يا رب، أقبلك مخلصا لحياتي. إلهي، باركهم واستمع واستجب لتضرعاتهم. أخوتي، يكفي أن تصلي بقلب كامل وتقول: أيها الرب، ادخل حياتي، غيرني بالكامل. الرب يستجيب ويسمع ويلمسك ويباركك. يا روح الله القدوس، اسكب سلامك العجيب على حياة كل منا، ابسط محبتك في قلوبنا، املأنا تعزية وفرح وسلام. يا إلهنا الحبيب، أنهض كل شخص منحن الآن، كل محبط ويائس، كل كئيب ومديون، كل من يشعر بصغر النفس ويظن أنه لا يساوي شيئاً. إلهي الحبيب، وأنت القائل: أنت عزيز في قلبي، على كف نقشتك، أنت غال علي، أنت صورتي ومثالي، كم أنت عظيم ورائع يا إلهنا. نعلن محبتنا يا رب لأنك أحببتنا فضلاً، نقدم لك شكرنا من أعماق قلوبنا. إلهنا العظيم، كل من وجد نفسه الآن، كل من كان ضالاً ووجد، كل من أمضى حياته مضطهداً ومعذباً، الذي عاش مذلولاً وبعيداً عنك، كل من قبل نيرك الهين الآن يا يسوع المسيح، نؤمن بقوتك وبجبروتك يا رب، بقدرتك العظيمة، نؤمن أنك أنت العظيم القائم إلى الأبد، أنت الذي أحببتنا وتتأنى علينا، وثقين من محبتك ومن معونتك يا إلهنا، فلن نهزم بعد الآن. كم أنت عظيم يا رب، لنقبل جميعا أحبائي القداسة التي من الرب، والشفاء الأكيد الذي من الرب، والرب حي وأمين ليقيمكم. شكراً يا إلهنا الحبيب، آمين. لنصفق الآن للرب يسوع، له كل المجد. أخي وأختي، لا تخجل إن شعرت برغبة في البكاء في محضر الرب، فهذا يعني أن الرب يزورك. اثبت في المسيح ولا تنظر إلى الوراء. لقد قال يسوع: ليس أحد أن يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. الله يعطيك كل ما تحتاج لتكون سعيداً. ننتقل الآن إلى دراما الحياة الحقيقية. كان زوجي عاطلاً عن العمل، وأنا أبحث عن عمل ولا أجد، فكنا نحن الاثنين بدون عمل، وكنا قد انتقلنا حديثاً من مكان سكننا إلى مدينة جديدة. كنت أتجول في المدينة يومياً بحثاً عن عمل، لكن الأبواب كانت مغلقة في وجهي. كان الأمر رهيباً، كنت أذهب للكنيسة على الدراجة لأني أسكن بعيداً، فكان الطريق السريع شديد الخطورة، غبار وشتاء ووحل، وبالرغم من ذلك لم نفوت فرصة للذهاب إلى الكنيسة لتمجيد الرب. إلى أن أتى ذلك اليوم، صلينا على الطعام وكان قد نفذ كل شيء، لم يتبقى سوى القليل من الفاصوليا لوجبة الغداء، وفي المساء تشاركنا ما تبقى من الأرز والبيض. كنت أقول لهم أن وضعهم صعب، لكن الرب سيهيئ الأفضل لهم. وفي ذلك اليوم شكرنا الرب على آخر وجبة وقلنا له: يا رب، لم يعد لدينا شيئاً لنأكله. في ذلك الوضع السيء صلينا للرب وتضرعنا له وصرخنا فاستجاب لنا. كان من الصعب علينا إيجاد الحل لمشكلتنا، لكن الرب أنار لنا الطريق. لقد تصرفوا كمسيحيين حقيقيين، أقول هذا بكل صدق. وعند الساعة الثانية اتصلت بي زوجة أخي السابقة وقالت: روزي، سنأتي إلى بيتك لنقضي نهاية الأسبوع. فقلت: يا رب، ماذا سأفعل الآن؟
فلم نستطع أن نقول أننا لسنا بحال يسمح باستقبال أحد ولا نملك شيئاً لنقدمه لهم. فوصلوا لكنهم أكلوا في المطعم قبل أن يأتوا إلينا، ثم أتوا وجلبوا معهم وجبات لنا أيضاً، وبعدها خرجوا لزيارة أقربائهم وعادوا محضرين معهم الكثير من الأشياء. وبعد فترة بدأ زوجي بالعمل في تنظيف الطرقات. كنت أقود الدراجة حوالي 15 كيلومتر من المنزل إلى العمل ذهاب وعودة، وكنا نذهب إلى الكنيسة على الدوام ونستلم وعود الرب لحياتنا ونقدم عشورنا وعطايانا ونصلي للرب ليغير. وفي شهر حزيران عام 2010 أتى دكتور سواريز إلى دورادوس، وبعد العظة تكلم عن كفلاء. كنت قد سمعت عن ذلك مسبقاً في التلفاز، فأخذت الورقة واشتركت، وفي 12 من تموز حصل على عمل أفضل. منحني الرب هذه الفرصة وهذا العمل، والآن ما زلت أعمل في شركة كبيرة للهندسة الزراعية. استطعنا تبديل جهاز DVD الذي كان لدينا بكرسي لصالون الحلاقة، وهكذا كانت البداية. لكن بعد أن أصبحت كفيلة بدأ الرب يباركنا أكثر فأكثر، وبدأ يرسل الزبائن أكثر، وأصبح زوجي كفيلاً أيضاً، وباركه الرب كثيراً. وفي نهاية السنة الماضية اشترى سيارة جديدة، وقدمنا دراجاتنا إلى أشخاص آخرين، والآن مواظب باستمرار في الكنيسة. واليوم نرى الكثير من الزبائن في الصالون، أحياناً لا يتمكنا من تلبية جميع الزبائن. حياتي اليوم مباركة، فما يهم هو أن نكون أمناء مع الرب. مجداً للرب، كم هذا رائع ومؤثر أحبائي. لنقف الآن أحبائي، احنوا رؤوسكم واغمضوا أعينكم من فضلكم. أبانا، نريد أن نفتح قلوبنا ونسكب دموعنا فعلاً أمامك يا رب. نريد أن نصرخ إليك، فما أحلى وما أجمل أن نسير معك. ما أعظم هذه الشركة، كم أنت عظيم يا إلهي. إن نشعر بحضورك المقدس والبهي في وسطنا، روحك القدوس يملأنا ليمنحنا القوة ونتحرر من كل شر، من أنفسنا ومن ذواتنا. إن نتحد معك يا رب، إن نحمل نيرك الهين والخفيف. نريد أن نتعلم من تواضع قلبك، من وداعتك، كي نسير منتصرين كل حياتنا بأكملها يا رب، فتغيرنا وتشكلنا من جديد، من مجد إلى مجد. باركنا يا رب، نسألك أن تسود في حياتنا، أن تملك على حياتنا بحضورك المقدس. نعم يا رب، كل شخص الآن هنا في هذا المكان قد لمسته بروحك القدوس. هاللويا، مبارك اسمك يا رب. انزع كل ألم ومعاناة، اذكر كل مريض وامنحه الشفاء الآن يا رب. إلهي، إني أستخدم السلطان الذي منحته لي كخادم لكلمتك، وباسم ربنا يسوع المسيح أنتهر كل شر ليغادر الآن من كل رجل وامرأة من هذا المكان، باسم الرب يسوع المسيح. آمين.